نداء للمجلس العسكري ولوزير الخارجية ولوزير الخارجية التركي بأن هناك من هم يقعون تحت الحبس في السجون التركية بتهمة عدم ترحيلهم، رغم أن تم إرسال وموافاة السفارة المصرية بأوراقهم، وخاصة الأخ أحمد محمد الأنصاري المريض بالكبد وعنده أمراض مزمنة بالكلى وشرائح مركبة مسامير ويحتاج إلى رعاية وعناية، وحتى الآن تجاوز الأكثر من الشهرين ولم يتم ترحيله، وتتعنت الخارجية المصرية في عدم التقديم والتفاعل مع الحكومة التركية في اتخاذ أي إجراء لترحيله أسوى بمن تم ترحيلهم من الخارج. فنناشد كل من له يد وكل من يسعى لتحرير المصريين وعودتهم إلى بلدهم في ظل هذه الظروف الطيبة، نسأل الله أن يوفق الجميع ويجزاكم الله خير.